هون وين عايشين؟ قطاع غزة. احنا 4 لاعبين فوتبول وهون بنتجمع. احنا فخورين بنلعب لحارتنا ولأكبر فريق في قطاع غزة، الشاطئ. ومع هيك بنحاول نطلع بشي من حياتنا. هذا الغرفة تبعتي، هذا الصالة، طب صغير قصفت يوم الجمعة بدون تحذير الكون، ولا تحذير ولا حاجة. هذا دحوه قد شوف تفسر عن البيت تاعنا انقصف حرب الأخيرة. حرب الأخيرة؟ ثلاثة حمودة، هاي هدول اليهود أجوا أخذوا ضاء، أخذوا أراضينا وأخذوا احتلونا وطردونا من دورنا. حكمات شايفهم بكا بس تكبر بدك تطخهم تقاومهم. دعينا ميس، دعينا نفوز. قول يا رب نفوز بابا، قول يا رب نفوز بابا. السنة بدنا نرجع المجد لمخيم الشاطئ. يا أصحاب التألق، حزين جدا على ما يجري في فريق البحرية، على ما يجري في فريق البحرية. المطار جابت الغلطة، والله العظيم غلطة. اسمحش لواحد أمي يجي للقرية. كل مكان حوالينا في جدران والمعابر مسكرة. الناس بسموا غزة أكبر سجن على الأرض. طولش بعد هذا طول دالونيش خلاص. بس في مكان واحد وين بننسى كل شيء.